جميع جلسة علمية مفيدة، ونتمنى أن يكون فيها السجال ونقاش حول تيمة هذا اليوم الدراسي، أن نخرج بمجموعة من الأفكار التي يمكن أن تشكل منطلقا لدراسة هذه التيمة كما قال الأستاذ قبل قليل، وهي البحر في الأدب الجزائري. بداية الشكر موصول لمكتبة المطالعة العمومية عبد الرحمن بن حميدة في مرداس، وعلى رأسها الروائي الصديق عبد الوهاب الحسين، ستمنحني فرصة الإدلاء بعض ما عندي. أولا، كشاعر من جيل الثمانينيات رافق التجربة الشعرية في الثمانينيات وما بعدها، وأيضا فيما بعد من خلال القراءات قراءتي للمدونات الشعرية التي أنتجها الأدب الجزائري. إذن فالشكر موصول للسيد عبد الوهاب العساوي، والشكر موصول أيضا للأساتذة الدكاترة والأكاديميين الذين سيسترون موضوع هذا اليوم الدراسي. بداية أبدأ ببعض الإشارات البسيطة. الحقيقة الأولى التي ربما يتفق عليها الجميع، وهي أن الأمة العربية وما أنتجته من شعر، لأن الشعر كان هو ديوان العرب الأول، لم تكن أمة على صلة عميقة بالبحر، على اعتبار أن الصحراء العربية المتسعة حالت دون رؤية العرب كثيرا للبحر والاتصال به من حيث الجغرافيا ومن حيث التعاطي والتعامل. إذن فمعظم الشعر العربي كان شعر بدوة وشعر إنشاد وشعرا يتصل ويعبر عن البيئة الصحراوية، ولذلك فقل ما نجد في الشعر العربي القديم نصوصا عن البحر. حقيقة هناك مفارقة عجيبة في الشعر العربي، وهي التالية: بحور الشعر العربي، ما يسمى بحور الشعر العربي، التي ابتكرها واستنبطها الخليل بن أحمد فراهيدي، وهي 15 بحرا، ثم بعد ذلك أضاف إليها الأخفش في وقت متأخر، أضاف إليها البحر المتدارك. رغم غياب البحر عن الجغرافيا العربية، إلا أن التسمية اتصلت بالبحر، فنقول البحر الطويل والبحر الوافر، وهي مفارقة عجيبة يجب أن نتوقف عندها. هناك من يقول بأن الخليل بن أحمد الفراهيدي سمى هذه البحور، أعطاه تسمية البحر، لأن البحر الواحد يمكن أن تكتب به قصائد متعددة ومتنوعة، ويمكن أن تنتج عنه إيقاعات كثيرة. إذن فهذه المفارقة. إذن نقول البحر طويل، ونقول بحر الرمل، بحر الرمل، يعني هناك مفارقة وثنائية ضدية بين البحر والرمل. في البداية البحر الطويل، لاحظوا هنا البحر الطويل صفة، ولكن بحر الرمل مسند ومسند إليه. فهذه الإشارة يجب أن نتأملها جيدا. ثانيا، حينما نتكلم عن البحر، البحر هو مفردة كغيرها من المفردات المشاعة في اللغة العربية، ولا أعتقد أن الباحث الحصيف سيتتبع الحضور المعجمي لهذه المفردة، إلا إذا لاحظ أن الشاعر يشدد على هذه التيمة، على هذه المفردة، ويرتقي بها إلى مرتبة أخرى، كأن يحولها إلى رمز مثلا. إذن فلا أعتقد أن الدراسة المعجمية لمفردة البحر مهمة في حد ذاته. إذن ومن هنا
أعتقد أن المداخل والمقاربات التي سنقارب بها وربما قارب بها الباحثون موضوع البحر في الأدب عموما الأدب العالمي، وهنا يجب أن أفتح قوسا لأقول بأن الأدب خاصة الشعر العربي تأثر بالأدب العالمي. لا يمكن أن نخفي مثلا تأثير قصيدة البحيرة للمنارمي، لا يمكن أن نخفي مثلا تأثير ديوان منارات دي سان جون بيرس الحاصل على نوبل في الشعر، ولا يمكن مثلا نخفي تأثرنا وقراءتنا لرائعة هيمينغواي وإن كانت هذه تنتمي للسرد العجوز والبحر. إذن فأكيد أن البحر هو تيمة وفدت إلينا خاصة في الأدب الحديث والمعاصر، وفدت إلينا نتيجة ربما تلاقح الفكري والأدبي مع الغرب الذي وفدت إلينا الكثير من الأفكار والنظريات والأطروحات وأيضا المناهج. لذلك أقول بأنه يمكننا أن نتكلم مثلا عن الدراسة الألسنية أو الدراسة الأسلوبية للبحر، يمكن أن يكون مدخلا لدراسة الأسلوبية، وأعتقد أنها هي أدنى مستوى يمكن أن نقارب بها موضوعة البحر. هناك أيضا المنهج الموضوعاتي، هو أيضا أعتبره أنا من أقرب المناهج التي يمكن أن نقارب بها هذه التيمة. ولكن هنا يجب أن نتكلم عن شيء أساسي حينما نتكلم عن البحر، فنحن البحر هناك حقول دلالية كثيرة تتصل بالبحر وهي التي يجب أيضا أن ننتبه إليها، لأن الهدف ليس فقط أن نبحث عن مفردات البحر. فهناك مثلا أنا لما قرأت المدونات الشعرية الكثيرة أو تذكرت الكثير منها، هناك تشديد على هذه الحقول الدلالية المتصلة بالبحر وليس هناك تركيز على البحر. أعطيكم بعض فيما بعد بعض الأمثلة. مثلا حينما نتكلم عن المنهج الموضوعاتي، مثلا نتكلم عن وحدات كبرى ووحدات صغرى. حينما نتكلم عن البحر فيفترض أن يكون الماء وحدة صغرى ضمن البحر، ولكن لدى بعض الشعراء هناك العكس، يتحول مثلا الماء إلى التيمة الأساسية ويغيب البحر. وهنا أتكلم عن تجربة هناك، إذا تأملنا الشعر الجزائري المعاصر والحديث، هناك شاعر واحد ارتبط بالبحر والجميع يعرف هذه الحقيقة، وهو الشاعر عبد الحميد شكيل، اللي هو شاعر من جيل السبعينيات، هو أصيل مدينة سكيكدا ويقيم في مدينة ساحلية مدينة عمان. هذا الشاعر وكل مدوناته الشعرية تتكلم عن البحر، ولكن نلاحظ أن هذا الشاعر السبعيني الذي بدأ مع شعراء السبعينيات وما تعرفونه من اللغة التقريرية البسيطة، فيما بعد أن طور تجربته الشعرية وتجاوز تلك اللغة التقريرية وتجاوز لغته البسيطة إلى لغة إيحائية ولغة صوفية دالة وعميقة جدا. وبعد أن كان يتكلم عن البحر انتقل إلى الحديث عن الماء، الحديث عن الماء في دلالاته وعمقه، وحوله إلى مصطلح من المصطلحات الصوفية، وارتقى به إلى المقام الحديث المقام العرفاني أو اللغة العرفانية. إذن عبد الحميد شكيل كما قلت كثير من نصوصه تحولت إلى الحديث عن الماء. يمكن هنا أن نذكر بعض الشواهد الشعرية لهذا الشاعر،
وهو شاعر يكتب قصيدة النثر، يكتب قصيدة النثر: أكتب الماء والشجر وأسلم يدي لذراوة الأجراس واللغة، وبيننا مجمرة العشاق تنضح بالإشراق والألق، يدي سبورة من الفلق وقامتي قصيدة من الكلام. إذن فهنا يتكلم شاعر عن ماء الكتابة، ماء الكتابة. وكما قلت فإن مفردة الماء هنا أخذت أبعادا صوفية. في مقام آخر وفي نزعة عرفانية متجذرة في الكتابة الشعرية يقول: في الهزيع الأخير من وطن الماء وورد الرياحين اصطفاني البحر وخيرني بين الخروج والولوج. للريح بهجتها المستحبة، للخطو سر الانتماء، ولك يا سيدتي كل هذا البنج الجسدي. في الزمن الأول خلق الله الماء، في الزمن الثاني خلق الله المرأة، في الزمن الأخير تم المزج. إذن هنا يتكلم وحال وربما تناص مع الآية الكريمة: وكان عرشه على الماء. إذن هنا كما قلت هناك تطور في رؤية وتشكيل اللغة الشعرية عند عبد الحميد شكيل. ولاحظ أن هذه تجربة عبد الحميد شكيل امتدت أيضا في مدونات شاعر آخر حاول أن يتعاطى مع البحر بلغة صوفية، وهو الشاعر فاتح علاج. فتح علاج من ضمن مدوناته الأخيرة التي أنتجت: ليس في الجبة إلا البحر. إذن وهي كما قلنا تناص مع العبارة الشهيرة التي قالها الحلاج: ما في الجبة إلا السرد. والرواية هي التي تتسع لي السرد. إذن فلا أطيل كثيرا كي أنتقل بالنقيض إلى شاعر آخر. هذا الشاعر على النقيض من شكيل، عبد الحميد شكيل، هو شاعر نشأ في الصحراء وأصيل مدينة طولجة، الشاعر المرحوم عثمان وصيف. هذا الشاعر كما قلت أنتج كثير من المدونات، وهذه المدونات ربما أنتجها وتطرق إلى بعض كما قلت إلى بعض الوحدات والتيمات المقاربة للبحر. فعثمان الوصيف مثلا كما قلت هو شاعر من الصحراء، وهو ينتمي إلى بيئة صحراوية ليس لها علاقة بالبحر، لكن عثمان الوصيف تناول في قصيدة له بعنوان غريب تعتبر ربما في مجموعة نمش وهديل، هي واحدة من أروع قصائد هذه المدونة. هذه القصيدة أهداها وكتبها إلى قريبي عبد الله الوصيف الذي غرق في البحر. وهنا عثمان الوصيف يلجأ إلى أنسنة البحر، وهو في هذه القصيدة كلها هي خطاب موجه إلى الأمواج التي التهمت هذا القريب وحولت البحر إلى رمز للمأساة التي عاشها هذا الشاعر وعبر عنه. حين ارتمى في غمرة الأمواج، إذن فهنا نقل الشاعر الموج إلى صفة، وكأن قريبه رمى بنفسه إلى حبل الموج كالطفل. ثم ذكر في موضع آخر من نفس القصيدة: مر سحاب مظلم، ثم شبه السحاب بالإنسان، خوضت نوارس مهاجرة. ويقول في مرحلة أخرى مخاطبا الأصداف: لفيه يا أصداف، لفيه بالأشنة أو بالسرخس الشفاف، وأنت يا أسماكه الحبيبة،
مري على أحداقه بالصور الغريبة. ننفع هنا هذا المشهد الدرامي الذي يمثل ربما لحظات أخيرة لهذا الغرير في المحنة التي تعرفونها ومحنة الحرقة وضياع أبناء الجزائر في عرض البحر من أجل ربما البحث عن حلم مفقود. لن فهنا يلاحظ جليا أنه كان يخاطب كل من الأصداف والأسماك وهي رمز للماء أو جزء منه، فطلب من الأصداف وكأنها إنسان عاقل أن تحضنه وتلفه، وطلب من الأسماك أن تحفزه للتمسك بالحياة أكثر من خلال تذكيره بأحلامه التي بناها تجاه العوام المجهولة التي سكنته. وبالتالي حول عثمان وصيف هذه المدلولات الجامحة إلى صفات إنسانية عاقلة. فارتجت الشطوط بالسكر والغناء من نسج المياه. وهنا كما قلت في قصيدة الغريق نلاحظ أن حرف الروي كان دائما انتهاء بحركة السكون أو للمحافظة المحافظة على الإيقاع، إيقاع القصيدة. وكما قلت لكي أختم أشير إلى قصيدته الأخرى اللي هي قصيدة الطوفان. قصيدة الطوفان هي أيضا من التيمات التي وردت في قصيدة له، إنه الطوفان هاتي يدك اليمنى. فهو يتكلم عن الطوفان في بعده الرمزي، ويشارك شاعر آخر هو الأخضر فلوس الذي كان مقيما في الإسكندرية ومن فرط حنينه إلى وطنه كتب قصيدة سماها طوفان، طوفان نكرة، بينما عثمان بن وصيف هي قصيدة معرفة الطوفان. فالأخضر فلوس أيضا يقارب تيمة البحر من خلال الطوفان، وهو يتكلم عن الحنين. تفجر الشوق وانشقت سما الأبدي على حنين كنار الشوق المتقد، تدفقت ذكريات الأمس تحملها كف المياه وذابت شمعة الطبيدي، إلى أن يقول: يا حامل الفلك لا الألواح تنقذني ولا الجبال ولكن أن أرى بلدي. ذهب هو يصور مشهد الطوفان ويرفض أن يركب في سفينة المتخيلة التي تحيل على سفينة نوح، ويقول بأن إنقاذه هو بعودته إلى بلده الجزائر. وهذه القصيدة كتبها في مدينة الإسكندرية، مدينة البحرية. إذن فلكي أختم ولا أطيل كثيرا، قل بأن البحر في اتخذ بعدا عرفانيا لدى بعض الشعراء ومنهم كما قلت عبد الحميد شكيل، وارتقوا به إلى بعده العرفاني ورمزيته الصوفية، لأن مفردة الماء لم تكن كافية لكي تستوعب الشحنات العاطفية والشحنات الشعورية والعرفانية للشعر. وأيضا بالمقابل لاحظنا أن البحر كان رمزا للهلاك وللموت من خلال تجربة عثمان وصيف، تجربة أيضا الأخضر فلوس. أكتفي بهذا القدر، وعلى أن نستزيد ونعول على المناقشات فيما بعد إذا كان هناك، إذا سمح الوقت. شكرا لكم.